تعرف في وجوههم نضرة الثورة وتسمع في أصواتهم بحة الغضب. بدأوا يصححون الطريق ويستصلحون الأرضية السياسية. هم طلاب العراق، نبراس ثورة تشرين وأيقونة الحراك السلمي. أدمنت ساحات التظاهر خطاهم وعشق فضاء العراق هديرهم. طووا كتاب الخوف وفتحوا سجل التحدي، لا يردهم الرصاص ولا يحول بينهم وبين هدفهم تعنت السلطة الحاكمة وإجرام ميليشياتها. ذي قار وواسط والبصرة والمثنى، كربلاء والنجف، بابل وميسان وديالى، والقلب بغداد. يشكل طلاب الجامعات والمدارس حالة فريدة ومميزة عن كل ثورات الربيع العربي، حيث أضربوا عن الدوام بشكل تام من مبدأ أن العلم يبدأ بتوفير شروطه أولاً، وهذا لن يتم إلا بإسقاط العملية السياسية. طاقاتهم الإبداعية تفجرت بركاناً ثورياً، نظموا الفعاليات وزينوا الجدران بالرسوم المعبرة والأشعار الهادفة. لوحة واحدة أبلغ من 1000 خطاب سياسي، وأهزوجة ثورية أشد على الأحزاب والميليشيات من كل الإدانات الدولية للجرائم ضد المتظاهرين. الطلاب الثائرون يجددون بشكل يومي تظاهراتهم في مشاهد تغيض الساسة وداعميهم في إيران وتثلج صدور المتعبين القابعين في قهر ليالي الظلم الطويل. خطوة في طريق الثورة تصنع فارقا في عمر العراق ومستقبله في هذه المرحلة الحساسة التي تحدد مصير شعب بأكمله، شعب بلاد الرافدين.